خلينا نروح نشوف دلوقتي توقعات المباراه، وهقول لحضراتكم توقعاتي بس بعد ما نرجع. بس روحنا نشوف رسائل الجماهير وتوقعاتهم قبل مباراه بيراميدز والاهلي، نشوفها مع بعض ونرجع نكمل. انا اتمنى له التوفيق طبعا، ويعمل لنا زي ماتش بيراميدز المره اللي فاتت، يغلبوا بالطريقه اللي غلبوا بيها. يعني ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. محمد شريف وقفشه، والله يا ربنا ما يكون في عونكم يعني في الوقت الصعب اللي احنا فيه، وان شاء الله ربنا يكرمكم وتكونوا رجاله قد المسؤوليه ان شاء الله. عايزين يشدوا حلوهم كده، وبلاش الفرص اللي عملها تضيع منهم كده السهل كده، عشان ما نجيش في اخر دقيقه ونبقى متعصبين وعايزين نعمل اي حاجه ويضيع مننا الماتش. ان شاء الله 2-0 للاهلي، عمرو السوليه ان شاء الله ومحمد شريف. ان شاء الله 4 للاهلي، ان شاء الله تاو يعملها ويفرحنا، ومحمد شريف والحاو ان شاء الله ينزل ويسجل بمشيئه الله. ربنا يوفقكم دايما يا اولادنا وتفرحونا كده باستمرار ان شاء الله. اقول لهم شد حيلكم، ومن الاول احسموا المباراه، ما تقعدوناش على اعصابنا 90 دقيقه يعني، وبدام غلبته في الاول كملوا. ان شاء الله الاهلي يكسب 3، ومحمد شريف والسوليه والشحات باذن الله. ربنا يوفقهم ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي، ونتمنى الفوز باذن الله عشان يرجعوا لنا الفرحه بالنسبه للجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي كله. ان شاء الله الاهلي هيكسب، ان شاء الله الماتش يخلص 2-0، واللي هيجيب الهدفين محمد شريف. يعني احنا منتظرين من الاهلي او من لعيبه الاهلي انه يقدموا اللي كانوا بيقدموه، واللي هيفضلوا طول عمره يقدموه، واللي بيسعد جماهير الاهلي، لان هم طول عمرهم رجاله وهيفضلوا طول عمرهم رجاله. مستنيين منهم كالعاده زي اللي هم عودونا عليه، يعملوا باذن الله ماتش كويس، كلنا ثقه فيهم. بطوله راحت بطوله جت، الاهلي كده كده موجود وثقتنا فيهم كده كده ما بتتهزش، وباذن الله ان شاء الله يفرحونا الماتش الجاي، وتبقى بطوله اقرب بطوله لينا ان شاء الله، بطوله الكاس باذن الله بالتوفيق. وباذن الله ممكن نكسب 3-2، واللي هيجيب الاهداف ممكن يبقى قفشه ومحمد شريف، وباذن الله ريد سليمان. ان شاء الله باذن الله النتيجه هتكون 2-0 ان شاء الله، واللي هيسجل اهداف محمد شريف ان شاء الله وقفشه ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله هو اللي هيكسب 2-0. توقعات فيها نوع برضو او فيها تفاؤل خلينا نقول كبير، وعجبني قوي اللي اتكلم قال لك انا عايز اشوف مباراه حلوه. الاهلي خسر، الاهلي كسب، احنا ما بنزعلش بس، او احنا ما بنحبطش، او بمعنى كلامه ان احنا برضو في ظهره. فدي او دي رسائل اعتقد كلها كويسه جدا. بالمناسبه برضو في قصه التوقعات، انا اعتقد ان هو هيبقى 2-1. انا بقيت ميال بقى للفكر اللي انت اتكلمتي عن واحد بيفكر بيه، اللي هو فكره ان انا عايز في الاخر اشوف ماتش حلو ومرضي يتماشى مع خلاص بقى 100 مره قبل كده. يبقى انت عندك ماتش، الماتش كل تفاصيله قبل ما تلعب بتقول ان الماتش ده في جيبك الصغير والموضوع خلصان، تتفاجئي بان في اوضاع مقلوبه والعكس صحيح. فبقت انا عن نفسي الحقيقه بطلت اتوقع، بقيت هسيبها ايه الماتش الماتش. خلينا نشوف فعلا. انا اعتقد ان هو ممكن تبقى 2-1. على كل حال انت معاك طاقم تحكيم روماني طبعا، مش هقول لغط بس الانتقادات اللي وجهت لفكرة اختيار برضو حكم روماني أو طاقم تحكيم روماني، طب ليه ومش ليه؟ طب على فكرة هو أنتوا حضراتكم عارفين من هذا الحكم؟ يعني هذا الحكم حكم في مباريات عظيمة جدا وكبيرة جدا، ريال مدريد ومانشستر سيتي، يعني كان ليه باع كبير جدا، وراجل مخضرم وراجل له خبرة وله سي في جيد. فمعرفش ليه السوشيال ميديا أول ما تم الإعلان أنه هو طاقم تحكيم روماني قال لك لأ وبدلوه وغيروه، ويعني مش عارفه الانتقادات دي وجهت ليه بصراحه. انا كنت لسه بقول لك من شويه ان احنا بقالنا فتره مش قصيره مش قليله، اي حاجه وكل حاجه بتحصل لازم تلاقي زوبعه قبل، سواء الحاجه دي منطقيه مش منطقيه، الناس ليها حق. عشان كده انا بقول لك لا تلتفت. انا من الناس جدا اللي انا بشتري دماغي ولا التفت تماما لكلام السوشيال ميديا، الوحش الحلو بحبه، يعني الحلو بيسعدني، لكن الوحش ولا ببص له حقيقي. والله الواحد مش مفروض يضيع حتى ولو دقيقه يفكر فيها وليه ده حصل على السوشيال ميديا. ده مع احترامي الشديد، لان في حاجات بتبقى لا منطقيه تماما طبعا. فيعني